تخلص من آلامة ويندوز المزعجة بلا ما تدفع سعر مفتاح كامل. تقدر تحصل مفاتيح ويندوز من SCDK باستخدام كود الخصم تاع القناة DZ25. تحصل على خصم بقيمة 25%، يسقام لك سعر إجمالي حوالي 16.40 دولار. بعد ما تتحصل على المفتاح ادخل الإعدادات Update and Security Activation وحط المفتاح هنا، وبصحتك ويندوز مفعل مدى الحياة. يمكن حتى الترقية للويندوز 11 بدون تغيير المفتاح. شوف الروابط لتحت في وصف الفيديو للحصول على أفضل الأسعار من SCDK. الدخول للرابط فقط يعتبر دعمية لكيب. نعول لكم ادخلوا ثم ديروا دار في الموقع. السلام عليكم خوتي، وشارك ان شاء الله كم تكونوا بخير، معكم زيروس في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله رجعت لكم في فيديو تاع شراء من الانترنت ولا شراء من علي اكسبرس. عندي بزاف ما درت لكمش النوع من الفيديوهات هذو، بزاف راكم تطلبوا فيهم. راه نحكي لكم شويه على واحد الطرد اللي تحجز لي في الجمارك الجزائريه. راه نقول لكم كيفاش قدرت نخرجه، راح تستفادوا شويه لو كان مثلا يتحجز لكم طرد في الجمارك كيفاش راح ديروا الطرد هذا. راني جبته راه له كارد جرافيك، درت لكم عليها مراجعه، تلقاو الرابط تحت فوق اللي كان حابين تشوفوها. كاين طرد واحد اخر عاود رجع اللي هي لاشين، راني نعطي لكم الطريقه كيفاش تعاودوا ترجعوا دراهمكم، كيفاش المهم ما يروح لكمش دراهمكم وخلاص. لانه شفت بزاف ناس يسالوني على القضيه تاع الكميه اللي قداه ندخلوا باش ما يحكموهناش الجمارك. واحد يقول لي اسكو نشري نهار بنهار، واحد يقول لي نشري سمانه بسمانه. راح نحاول نجاوب على هذه الاسئله بربي ان شاء الله. وراح نحكي لكم على ديكولي هذو. انا جبت زوج كارت جرافيك كيما هكا كومونديتهم تقريبا في نفس الاسبوع، وصلوني واحد هذا اللي راني تحجز لي عند الجمارك جبته، والاخر عاود ترجعته لالي اكسبرس وجبت دراهمي. راح نحكي لكم على الطريقه كيفاش وكل حاجه. والحاجه الوحيده اللي كيبلي نطلبها منكم الا كان راكم حابين نكمل لكم في هذه النوعيه من الفيديوهات وهذو التساؤلات دائما اللي راهم يوصلوني، فقط حطوا لنا لايك لتحت نحاول نوصلوها 5000 لايك. نعولي عليكم يا ليكيب على بالي بلي تقدروا لها. لكن ماكش مشترك حط لنا اشتراك لتحت ونبدا في الفيديو تاعنا. ليتس جو. اذا اول حاجه اللي راح نتحدثوا عليها هي ليكيب، واللي هي كيفاش حتى نتحجزوا لي الطرود تاعي هذو في الجمارك، كيفاش حتى وصلت لهذه النقطه اصلا. اولا انا نشري بزاف المنتجات هذو، ندير لهم مراجعه اللي هنا عندي في القناه تاع اليوتيوب، وخاصه لي كارد جرافيك. كما تشوفوا دائما نجيب لي كارد جرافيك متنوعين ندير لهم مراجعه. وكامل كنتو تسقسيو فيا كيفاش راني ندخل في الكميات الكبيره هذو كامل، مع انه لي كولي راهم يتحجزوا. يعني انا بعد درت لكم فيديو قلت لكم لو كان تجيبوا ممكن 3-4 كوليات بنفس الاسم راه يتحجزوا. الحل الوحيد اللي هو كنت ندير بزاف اسامي، كنت ندير الاسم تاع خويا تاع بابا تاعي تاع اصحابي تاع المهم. كان عندي مثلا 4 لي كارد جرافيك ولا 5 حاب نشريهم، نقسمهم على الاسامي هذو كامل. المره هذيك ما فهمتش كيفاش حتى صالحت الاسم تاعي انا جبت به كارد جرافيك. بعد اسبوع نسيت بلي راني جبت، زدت جبت الدوزيام والاولى هذيك طولت ما تشحنتش. لو لي كارد جرافيك هذو في زوج جاوا مع بعضهم، وديجا كي يجيو زوج لي كارد جرافيك مع بعضهم هما راهم على بالهم بلي راني جايب بالاسم هذا من قبل. كاين لي كولي اخرين يعني ماني جايب غير كارد جرافيك برك، كاين لي سي بي يو، كاين مراوح تاع سي بي يو، كاين قدام الحاجه جبتها بنفس الاسم في السمانه هذيك. المهم فاقوا بلي راهي تاع تجاره حجزوهم لي. درك كي يحجزوهم لي انا كيفاش حتى نتولى؟ كاين هذه تاع التخليص الجمركي هذه اللي راكم تشوف فيها لهنا ليكيب، طلع لكم بلي راهو بدا التخليص الجمركي. كي تفوت طلع لك اعرف بلي كارد جرافيك تاعك راهي تحجزت. اول حاجه لازم عليكم ديروها، ولا كان طلعت لكم هذه تاع التخليص الجمركي ما تستناوش خلاص، يعني باينه بلي الكولي تاعك راهو تحجز. عيطوا للرقم تاع 1530 هذا تاع مسؤول على الخدمه تاع لابوست والاخر. كي تتصلوا بهم حاولوا تمدوا لهم الرقم تاع التتبع اللي طالع في الكولي، يعني الكولي اللي تحجز لك ولا زوج كوليات ولا ثلاثه، يقولوا لكم الكولي اكزاكت وين راهو. اللي كان راهو محجوز يقولوا لكم واش البلاصه اللي محجوز فيها، لانه كاين بزاف المراكز تاع الفرز. تقدروا تشوفوا البلديه تاعكم واش من مركز فرز تابعه ليه، تقدر غير تروح لابوست برك تشوف المدير تاع لابوست ولا هذوك اللي راهم يجيبوا في لي كولي، تقسيهم برك هما راهم على بالهم. تلقاه قريب ليك، مستحيل تلقاه بعيد بزاف. ولكن اذا كان قالوا لكم باللي الكولي تاعكم راهو عاود رجع ليه لاشين، هذيك نتحدثها لكم في النقطه الثانيه. المهم كي تتاكد باللي الكارت راهو محجوز عند الجمارك، اول خطوه تقوم بها واللي هي لازم تروح ليهم. درك كي تروح ليهم واش تدي معاك، هذه هي الحاجه اللي مازال فيها شوي استثناء. درك الا كان كاين كوليات اللي راك فت مثلا العدد المسموح فيهم، مثلا كيما الهواتف كاين عندك تقدر تجيب زوج هواتف في السنه. بسم الله انا اخترقت القانون، هما يقولوا لك تجيب قل من زوج هواتف، انت جبت اكثر. تدي معاك تصريح شرفي، واحد الورقه كذا نخليها لكم في الديسكريبشن. درك مثلا الكوليات هذو لي كارد جرافيك ولا القطع تاع البي سي ولا اي حاجه واحده اخرى ما عندهاش عدد معين اللي راهم يقولوا لك جيب 3 ولا 4 في العام ولا في السمانه ولا كيما بزاف ناس راهم يسقسيو فيا. انا نحكي لكم عليا، كنت تقريبا كل شهر نجيب وحده، كل اسم مثلا اسمي انا نجيب به كل مره وحده، كل مره وحده كنت نجيب لي كولي بزاف. يعني اسمي راهو دائما يفوت عليهم، دائما يفوت عليهم وما لقاوش سبه برك، يعني ما لقاوش مثلا زوج لي كولي اللي متعاودين والله. لانه كي تجيب دي كولي مش من نفس النوع ما يحسبوهمش بلي تاع تجاره، يعني يحسبوهم تاع استخدام شخصي. المهم ما تجيبش برودوي واحد، جيب منه زوج حبات ولا ثلاث حبات والله. كي رحت ليهم ثم القسنطينه البلاصه تاع مركز الفرز هذا اللي حكيت لكم عليها، ديت لي من الورق هذو، قالوا لي احنا ما نحتاجوا لا ورق لا حتى حاجه، قالوا لي فقط ما تعاودش تجيب بزاف هكا بزاف لي كولي. ناس ما شاء الله يعني وقدروا يتفاهموا. وبعدها راهم زادوا فاتوا بزاف لي كولي باسمي انا بعد الجمارك وما يحجزوهم ليش، لانه ولاو يعرفوني نهار هذاك. وما وش جبتهم يعني بعد ما رحت ليهم، يعني من المره هذيك شهمت، انا كنت طالبهم من قبل ما نروح ليهم بعد. ممكن لو كان ما رحتش ليهم كانوا راح يزيدوا يتحجزوا معاهم بعد. والكولي الاخرى قالوا لي جات معاها في نفس اليوم، جاوا في زوج مع بعضهم ولاو حجزوا وحده وحده عاودوا رجعوها ليه لاشين. هذه على واش حجزوها ما فهمتش. هما الحاجه اللي على بالي بها يتحجزوا لي كولي اللي ممنوعين، يعني الامور اللي ممنوعين من الاساس هذوك اللي يتحجزوا.
درك هذه الا واحد حجزت الله اعلم الحاجه اللي شكيت فيها حجزوها ثم باش لازم نروح ليهم انا ينبهوني يقولوا لي بلي راك جايب بزاف لي كولي ومنه هكا راح نوليو نرجعوهم لك. اما بالنسبه للامور اللي محجوزين ثم عندهم وممنوعين يعني ما كانش كيفاش يعاودوا يرجعوها ما كاينش كيفاش يطلقوها لك يعني ممنوعه تدخل الجزائر درك الا كان ممنوعه في الخفيف يعني حاجه خفيفه ما فهمتش انا ممكن كاش حاجه ماضيه شوي يحسبوها ممنوعه ولا تقدر تروح ليهم ثم ممكن تعرف تهضر معاهم تحاولهم شويه يقدروا يمدوها لك. ولكن لكن حاجه ما على باليش كما ذوك الممنوعات يعني ولا شي حاجه كبيره مثلا لايزر ولا مش راح يمدوها لك ديريكت يعني راح تبقى ثم محجوزه عندهم. اما بالنسبه للكارت دوزيام ولا الكولي دوزيام هذاك اللي عاود رجع ليه كي شافوا ثم قالوا لي بلي راهو عاود رجع وكي شفت في الكان سترونت بعد يعني في زوج عطاو لي نفس الهضره. المهم الحاجه الوحيده اللي درتها وش هي راح حكيت مع البائع اللي باع لي الكارت هذا قلت له بلي راهو جايك في الطريق نهار كي يوصل رجع لي دراهم وهذه غلطه يعني كنت ممكن ما نديرهاش خلاص. اول حاجه ديروها هي اللي كيف كيتاكدوا بلي كولي راهو راجع في الطريق ديروا فتح نزاع درك نعطي لكم درك طريقه النزاع وكل حاجه ما تحكي مع البائع ما حتى حاجه ممكن كاين بائعين اللي طول ما ريبوندي شويه بقى يتمسخر بك يقول لك بلي كولي راه ما وصلنيش ودراهم تاعك ما تجيبهمش في اسرع وقت. طريقه فتح النزاع راهي سهله جدا. مثلا هذا البرودوي نتخيلوا هو الكارت جرافيك اللي راه نديروا عليه استرجاع المال ندخلوا لهنا تفاصيل الطلب ومش شرط ديروا الطريقه هذه بالبي سي بالتليفون ثاني راهي سهله بزاف. نروحوا للاسترجاع ولا استرداد وبعدها نشوفوا وضعيه الشحن هذه نديروا بلي البرودوي ما وصلناش لم يتم توصيل المنتج ولا كان في الحاله تاع مثلا المنتج وصل فيه مشكل ولا ديروا هذه تاع تم توصيل. بعدها نخيروا الثالثه هذه مسجل في التتبع لانه مرتجع ولا ملغى ولا مفقود ولا في حالتنا احنا مرتجع شوف رجع ليه عندهم لهنا يطلع لك اوتوماتيكمون البري اللي شريت به نتايا. كاين الحاجه هذه اللي لازم تركزوا معاها بزاف درك الكونت اللي كان جديد في علي اكسبرس اللي كان عندك كونت ماكش شاري به بزاف لازم عليك تعطي لهم بيانات دائمه لانه الكونت ما شغل ما فيهش ليفل كبير وما عندوش مصداقيه. نعطيك مثال عليا عندي انا زوج لي كونت ولا ثلاثه نشري بهم في الصفحه هذيك تاع فيسبوك شغل دائما نشري لي برودوي عندي ليفل كبير شغل كي ندير فتح نزاع ولا ديريكت يرجعوا لي الدراهم تاعي مش كيما كونت اللي يكون قديم شغل لازم عليك تثبت لهم بزاف خلاص وتطول معاهم في النزاع. لذلك ننصحكم دائما نقول لكم مرحبا بكم نشريك بسم الله كان ما عندكمش بطاقه دفع الكتروني بالضمان وكلش. مهم اذا كان فت وقعت في المشكل هذا وراح تطبق الطريقه تاع الفيديو هاملك طرق سهلين جدا ولكن لهنا حاول دير على قد ما تقدر مثلا البيانات دائما كش ما تحكي لهم شويه القصه تاعك لهنا كش ما تحط لهم تصاور تاع كابتير المحادثه تاعك مع البائع ولا التتبع ولا اي حاجه. المهم ما تخليهاش فرغانه برك باش يعطيوك الحق. المهم الحمد لله بعد حوالي 24 ساعه فقط رجعوا لي الدراهم تاعي. البائع الحكايه هذيك تاعو كامل تاع كي كان يقول لي كي يوصلني الكولي باش نرجع لك دراهم ممكن كي شاف في التتبع ولا كي شاف حد ما عنده راه لقاها وصلات وخلصت. البائع كي يدير له فتح نزاع يولي هو اللي يتلاح ثم في المشكل ماكش نتايا لانه يروح يتبع التتبع ويشوف الكوالي تاعو وين راهو واصل. اذا كان راهو شايفه باللي عاود يرجع ليه راهو في الطريق والاخر راهو يرجع لك دراهم. اذا كان محجوز راهو يقول لك باللي راهو في الجمارك لازم تروح تتصل بالجمارك الخاصين بك. البائع تاع الكارت هذا قال لي لازم تروح للجمارك تاع البلاد تاعك يعني هو بعد قال لي ما قدرش يرجع لك دراهم قال لي لازم تروح للجمارك. قلت له اتصل انت بالجمارك قال لي لا لازم انت اللي تروح ليهم. هذا هو الحل الوحيد. انا يعني راني ديت اكسبيريونس من الحكايه هذه جبت بالك شهر وانا نحوس. انا اعطيت لكم الطريقه المختصره الكيان سترونت يعطيوك المحل تاع البلاصه اللي راهو فيها الكولي. اذا كان عند الجمارك تروح عند الجمارك تجيبه. اذا كان راهو راجع راك دير فتح نزاع وترجع دراهم. طريقه سهله جدا يعني كيف ما فيهاش الريسك خلاص 0% ريسك. وكاين حاجه واحده اخرى اللي زيدوا تتاكدوا منها بلي الشراء من الانترنت مستحيل الكولي تاعك يروح ولا مستحيل دراهم كيروحوا واللي هو المتاجر تاع الاكسبرس ولا البائعين كل ما يبعثوا كولي عندهم واحد لاسيرونس يسلكوها. درك الكولي لو كان يتودر ولا ما يلقاوهش لاسيرونس هذيك راه ترومبورسي لهم حق الكولي هذا راح يرجع لك دراهمك بهذوك الدراهم تاع لاسيرونس. هما باش يتاكدوا بلي الكولي ما يتودر لهمش وكل حاجه راه عندهم تتبع تاعهم كل ما يوصل الكولي للبلاصه راه على بالهم بلي الكولي راهو في البلاصه هذيك. يعني لو كان مثلا يتودر الكولي يروحوا لاخر بلاصه اللي يوصل لها الكولي ثم راهو توضر يعني ما عنده وين راح يروح. تقدروا تحبسوا الفيديو وتقراوا هذه الوثيقه اللي راهي لهنا باش تزيدوا تاكدوا مليح. والان نكونوا وصلنا الى نهايه الفيديو بربي ان شاء الله تكونوا استفدتوا يا ليكيب لانه حاولت نجاوب على اكبر عدد ممكن من التساؤلات اللي راني نشوف فيهم يومين في القناه. الحاجه الوحيده اللي تقدروا تعاونوني فيها يا ليكيب واللي راه نستفاد منها صح ما تقدروش تيماجينيو اللي هو اللايك. حطوا لنا لايك نحاولوا نوصلوها 5000 لايك. الا كان ماكش مشترك حط لنا اشتراك لتحت وشكرا لكم رانا وصلنا ل 10000 مشترك. ولا كان عندكم اسئله اخرى حابين نجاوبوا عليهم في اقرب وقت الانستغرام تاعي راهو تحت في وصف الفيديو. صفحه تاعي تاع الشراء من الانترنت ثاني راهي في وصف الفيديو تقدروا تجيو ثم مرحبا بكم كامل. راني نحط لكم عروض مليح نحط لكم امور اللي يفيدوكم. لكن حابين تشريو ثاني وما عندكمش بطاقه ولا اخرى راني انا نشريكم انا نتكفل بهذا الامور تاع الضمان ولا اخر باش ما ندخلوش في هذه المعمعه هذه كامل. والان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في ارواحكم والى فيديو قادم ان شاء الله. بيس.